بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم جديد في سميرة كويزين. اليوم إن شاء الله نقدم لكم التحلية الأمريكية الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تشيز كيك لوتوس، واحد توليفة ديال النكهات ديال العطرية أو التوابل اللي كاينة في البسكوي لوتوس، الملوحة اللي خفيفة والمذاق الغني والكريمي تاع الجبن، فكيجي واحد التناغم عجيب ولذيذ بزاف كيستحق التجربة. كنتمنى إن شاء الله أنكم تجربوه وأنا متأكدة غادي يعجبكم. وإلى عجبكم الفيديو كيف ديما ما تنسوش تشجعوني بلايك وبالاشتراك في القناة باش دائما يوصلكم الجديد. ندخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. بسم الله وعلى بركة الله، هادو هما المقادير اللي غنحتاجو ليها: القشدة الطرية اللي كتكون فيها ما بين 30 و 35% من نسبة الدهون، بسكوي لوتوس، زبدة اللوتوس وجبن كريمي والزبدة مدابة. إن شاء الله نخلي لكم كل شيء مكتوب في خانة الوصف، وماشي ضروري ناخدو ماركات اللي كيكونوا معروفين، اللي مهم الجبن ديالنا والكريمه يكونوا فيهم نسبه ديال الدهون كتكون مرتفعه. يعني كاين الجبن اللي كيكون خفيف في الدهون ما يصلحش لينا في هذه الوصفه هذه، حنا خصنا جبن غني بالدهون. فاول حاجه غادي ناخذ القشده الطريه، غادي نعبر منها 300 غرام في اناء باش نوضعها في المجمد كتبرد. وكنصيحه وعن تجربه، من الاحسن ناخذ نوع بدون سكر، لانه زبده اللوتس والبسكوي كيكون فيهم السكر، فباش يجينا المذاقات متوازنين وما تكونش الحلاوه هي اللي طاغيه، من الاحسن نستعملوا كريمه بدون سكر. هنا بالنسبه للبسكوي غادي نطحن واحد الكميه اللي كتزيد شويه على 300 غرام. كما شفتوا عندي العلبه الصغيره خديتها غير على وديت مكتوبه فيها هذيك العلامه تاع لوتوس، والعلبه الكبيره عندي فيها 400 غرام. غادي نستعمل نصف العلبه الكبيره مع العلبه الصغيره اللي شفتوا معايا في الفيديو. العلبه الصغيره نحتفظ بها بواحد 4 ديال البسكوي او قطع ديال البسكوي جانبا للتزيين، والباقي غادي نطحنو في الهشوار. ممكن نستعملو كيس بلاستيكي نوضعو فيه البسكوي ونضغطو عليه بالدله كنحصلو على نفس النتيجه. غنستعمل هنايا الزبده مذوبه، اكيد كل ما كانت نوعيه جيده يكون احسن، غادي نحصلو على واحد المذاق اللي كيكون لذيذ وزوين. وبالنسبه لكم كيبقى لكم كامل الاختيار. غادي نمزج المكونات جيدا. في الاول استعملت غير 4، فلقيت الخليط باقي عندي ناشف، غادي نزيد الملعقه الخامسه، فتقريبا واحد 80 حتى 100 غرام من الزبده المذابه. غادي نخلط هذه المكونات جيدا، وغنحتفظ بالقليل من هذا الخليط جانبا للتزيين، فتقريبا واحد 3 المعالق، نخليهم في الثلاجه او في المجمد حتى التزيين عاد نحتاجو لهم ان شاء الله. كما شفتوا خليت 4 ديال القطع، لاني غنقطع التشيز كيك على 8 ديال الحصص، فكل بسكوي نقطعو على جوج ونزين به قطعه ديال التشيز كيك. خديت هنا واحد التبصيل وعملت فوق منه سيركل اللي فرشتو في القاعده ديالته بالفيلم اليمونتير. غادي نوزع الخليط نتاع البسكوي باش تجيني تبقى مقاده ومستويه. غادي نضغط عليها شويه بظهر الملعقه، ما نضغطوش بزاف باش منين نجيو نقطعو الحلوه ديالنا ونقدموها ما كتجيش محجره او قاصحه بزاف، ما كتجيش زوينه. حسنا الخليط ديالنا ديال البسكوي بقى مرمل وزوين. صافي غنحتفظ بالطبقه ديال البسكوي في المجمد، وغادي ناخذ الكريمه ونطربوها حتى كتطلع على هذا الشكل. نصيحه، من الاحسن نوع ديال الكريمه يكون بدون سكر باش نحصلوا على داك التوازن اللي كيكون زوين ديال العطريه اللي كاينه في البسكوي والملوحه الخفيفه والحلاوه ديال الكريمه وديال الجبن. غادي ناخذ اناء واحد اخر غادي نوضع فيه الجبن كريمي. هذه العلبه فيها 250 غرام، وهذه العلبه هذه فيها 150 غرام، في المجموع عندي 400 غرام من الجبن كريمي. ماشي ضروري ناخذ علامه تجاريه اللي معروفه، اللي مهم ناخذ جبن اللي كيكون فيه نسبه ديال الدهون مرتفعه. كاين في الاسواق يعني ماركات كثار، نتوما كتاخذوا اللي مناسب لكم في الثمن. هنا غادي ناخذ واحد 250 غرام ديال زبدة اللوتوس، ممكن ناخدو قل الا بغينا نحصلو على نكهة تكون اخف. يعني صراحة هاد الحلوة هادي ميمكنش، يعني ميمكنش اننا نلتزمو 100% بالمقادير، يعني ممكن نغيرو فيها على حسب الذوق ديالنا. انا دابا عن تجربة هادي اول مرة غادي ندير هاد التشيز كيك، يعني المرة الجاية نقدر ما نستعملش 200 غرام كاملة من هاد زبدة اللوتوس في الخليط نتاع الجبن والكريمة. فكتبقى عندنا واحد الكميه ديال 150 غرام ديال زبده اللوتوس، غادي نذوبوها من بعد باش نستعملوها كما غتشوفوا معايا في التزيين.
منين طربت الجبن كريمي مع زبده اللوتس حتى كينسجموا، غنبدا نضيف لا شونتيي بشوي بشوي حتى كتكمل الكميه اللي عندي كامله. صافي كتكون عندي لاباراي ديال الجبن وزبده اللوتس واجده. غادي نخرجوا المول اللي عندنا فيه طبقه ديال البسكوي من المجمد، وغادي نوضع فيه الكريمه بهذا الشكل هذا. كنبدا نضرب في الطبقه ديال الكريمه باش كنتفادى فقاعات في الطبقه ديال الكريمه. غادي نقاد الوجه ديال الحلوى ما امكن باش كيجينا زوين حتى ملي كنوزعوا عليه زبده اللوتس من بعد. غادي نضربو غير شويه مع سطح العمل، نغطي عليه بالفيلم اليمونتير ونحتفظ به ليله كامله في الثلاجه، ممكن 6 ساعات الا كنتو مزروبين بالحلوى ديالتكم. انا احتفظت به ليله كامله. لغد لي خديت ديك ما تبقى من زبده اللوتس اللي كاينه في القرعه، عملتها في حمام مريم حتى ذابت، ونعملها بهذا الشكل هذا كتزيين كطبقه اخيره. ممكن تزينوا او عفوا ممكن انكم تذوبوا زبده اللوتس في الميكروويف او الميكرو اوند واحد 15 ثانيه كما كتشوفوا هنا. احتفظت بالسيركل باش كيعاونني انه تجيني طبقه مقاده تاع زبده اللوتس هنا مباشره، لانه الحلوى قبل ما نزينها بهذه الطريقه هذه راني عملتها في المجمد واحد نص ساعه اولا ساعه ونصف باش كتجينا سهله ملي كنبغيو نديمولوها من داك السيركل ديالها. غادي ناخذ واحد السكين وغادي ندوزو في الجناب ديال السيركل. صافي وكنحيد السيركل بكل سهوله. المهم الا جاب الله تشنتفات لينا كما شفتوا معايا تشنتفات، غادي نسخن الموس ندوزو في ماء ساخن ونمسحو ونحاول نفيني الجنيبات. غنتبقى عندي واحد الكميه قليله ديال زبده اللوتس في القرعه، فغادي ناخذها وغادي ندرق دوك العيوب بالدميعات نتاع زبده اللوتس. صافي حتى جبت الدوره ديال الحلوه كامله بدوك الدميعات، وغادي ناخذ ديك الكميه اللي احتفظنا بها ديال البسكويت تزيين نعملها في الجناب. منها تزيين ومنها كندرقوا العيوب ديال منين حيدنا السيركل، كيتشنت في واحد شويه جنيبات ماشي مشكل. صافي وكنعمل القطعه الاولى تاع البسكوي والقطعه الثانيه. وكما غتشوفوا معايا انا غادي نقطع التشيز كيك ديالي على 8 ديال الحصص، وناخذ قطعه ديال البسكوي نقطعها على جوج، وكل نصف قطعه نحطو في قطعه ديال التشيز كيك. وكيكون هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى ان شاء الله تجربوه، انا متاكده غادي تعجبكم. كتجي واحد التشيز كيك اللي غنيه ولذيذه بالمذاق ديال التوابل، والجبن اللي كيكون كريمي خفيف وكريمي وغني. فما بقى ليا في النهايه لنقول لكم مع السلامه.